سيبقى ها هنا، أحببته وأحبه وسيبقى هناك وهنا، أحببته وعشقته سيبقى ها هنا. شو النشاط عند الصباح؟ صباح الخير. على نفس القعدة يا سحر، على نفس القعدة من امبارح المساء لهلا. هاي الله يسمعنا الأخبار الطيبة. بعمرك ما سويتها. أنا قررت يا سحر، قررت وعم نفذ فوراً. عم ساوي مسلسل عن أختك نرجس. شو؟ مثل ما سمعتي، مسلسل رح يكسر الدنيا. صرت هلأ واصل لعند ما راح تشتغل عند ناظم الظالم. ليه بالله؟ مو لتكمل المسلسل اللي بلشت فيه وصراحة رأسنا؟ على أساس المنتجين دابحين حالهم عليه؟ لك أنت شو بيعرفك بين الكواليس؟ أنا بعرف كيف أضرب ضربتي الفنية. خلاص أداك المسلسل مليت منه. وهذا ما راح تمل منه؟ لا، هذا المسلسل راح يخلص بأسرع مما بتتخيلي. هذا المسلسل يا سحر هو اللي حيخلي نرجس تظهر، يعني اقصى حد اقصى حد برمضان. ما بتلاقيها غير عم تقعد لنا الباب. راح احمل المشاهد رسائل مبطنه ما حدا راح يفهمها غير نرجس. راح تفهمها وتتاثر فيها مثل ما تاثرت بعمر وبشعره اللي سواه لها. قلت لي شو؟ قلت لي يعني رجعت حلول لعادتها القديمة. انت ما عم تكتب المسلسل لسواد عيون اختي. لمليون سبب، منهم سواد عيون اختك. هلا هي عيونها كانوا سود. احسب حسابك بالقهوة ولا بدك تفوت تنام؟ لا لا، احسب حسابي. ما رح نام قبل ما وصل لمشهد اغتصاب ناظم لنرجس، بعدها بنام. هلا هي كانوا عيونها سود؟ بده يقول لها ناظم عيونك سود مثل سواد الليل. خلص خلص خليهم سود، حتى لو ما كانوا بحقيقة سود. غزالي تطلع بجبال، غزالي تنزل وديان، غزالي وعيونها قتالي. الله 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 الله. اوعك يا ندى اوعك، لك هاد مرة يجيكي منه الا وجع الراس بدك تتجوزي. شو انتي صوتك شبكي؟ لا ندى لا. طيب ليش لا؟ انا حاببته. لك ايش هي حاببته؟ امتى لحقتي تحبيه؟ كاد واحد مطلوب وملاحق، اليوم معك بكره الله اعلم وين. بقبرص. بقبرص؟ بده يروح على قبرص؟ بدك تروحي معه؟ اي، وانت بتجي معنا؟ بدك يانا نترك الشام يا ندى. لك تخيلك شو قلنا فيه ان كان انا ولا انت. هاد اسمه جنان. لك شو بتعرفي عنه؟ امينه قديش صار له قاعد عنا بالبيت. لك يا حبيبتي ليش هيك عم تعملي بحالك؟ ليش بدك تتجوزي؟ قولي
لك في 100,000 واحد بتمنوكي. هلا بصف لك العرسان صف على الباب. بدي اتجوز بس مظفر. لك انت بتشوفي الشقه وبتروحي عليه بايديكي ورجليكي؟ لك يا امينه ليش هيك عم تحكي؟ انا اول مره بحياتي بحس انه ممكن يكون في واحد اقضي معه كل عمري. لما عم شوفه بالبيت عم حس انه ايه هذا هو اللي انا بدي اعيش معه كل الوقت. لك امتى رح يصير كل هاد؟ انا على عيني ما شفت. لك ما في بينكم الا النظرات. ايه بهي النظرات قلنا كل شيء من الاول، من اول مره شفته فيها. لا تخاف يا مظفر، سليمان منا وفينا. بعدين على قولتك شغلتك مطوله، يعني مو شغله يوم ويومين. والله معها حق، اذا بنضل مخبين عنه القصه رح يلبكنا. اصلا ما بتزبط نضل مخبين عليه. مالي مرتاح، خلونا نضل هيك. والله هيك حرام، يعني ما بصير نضل قاطعين الزلمه تحت بالسياره تحت الشموس. لك هاد من اهل البيت، من دخيله اللي قلبه حن على المسكين. ندوش لا تستلميني، انا عم بحكي جد. بعدين انت بتعرفي لسليمان من ايام الحج عبد الله الله يرحمه، والله كان يامنه على كل شيء. مرحبا. هلا ندى، كيفك جورج؟ شلونك؟ ماشي الحال. انا اسفه تاخرت عليك كثير. ما حولي هنك، ما في مشكله، بس قلت لحالي خليني اشوفك برا لانه حيطق قلبي من قعده البيت. قهوه ساده. وهيك خلص ومياتي بالشام. جورج لا تحكي هيك، والله بزعل منك. ها ليش بدك تزعلي؟ ما انت كمان مسافره. خلص خلصنا، مشان هيك ما كان بدك تغني؟ لا الغني شي تاني، يمكن بعدين. هلا بجوز بس استقر بقبرص بصير افضل اشتغل على رواق. ندى يعني ليش ولا مره كنت انا؟ لا انا عن جد عم اسال، يعني شو المشكله اللي فيني؟ ليش دائما كنت برات حساباتك اللي بعمري ما كنت افهمها؟ لأنه أنت شي تاني غير كل هدول. لك ندى شو يعني غير؟ لا غير ولا شي، بعمري ما حسيت حالي غير، دائما أنا آخر واحد بتفكري فيه. لك لا مو هيك القصة. خلص خلص ما تكفي، ما هيك مضطرة. يعني هي قصة القلب ما حدا أو ما صح إنه ينحكى فيها. أنا بعت المحل، قلت لحالي بترك البيت، ما بعرف شو بصير معي. خليك كمان شوي. مشان شو؟ مشان احضر عرسك؟ لا مو مشان هيك، بس لانه رح نشتاق لك. وانا كمان رح اشتاق لك، يمكن رح اقضي عمري كلياته وعم اشتاق لك وانت مانك سائله فيه. جوش انت هيك عم تقسى علي. انا اسف. طيب رح تجي تزورني بقبرص ما؟ ان شاء الله. لا بدي توعدني، وبدنا نضل نكتب لبعض مكاتيب، ما بدنا نقطع اخبار بعض. ايه لك انت اخي اللي قايمته لوقت الزنقه. اوعد سافر بدون ما تودع امينه. معقوله يعني؟ اوعك حدا يعرف بمظفر. لا لا طمني، ما حدا رح يعرف، بس بدي اياكي كمان انت تديري بالك لانه اللي انت فيه مانو لعبه. والله ما عم بصدق حالي يا ابو جريج، يعني لو الشغله راجعه لي ما بخليك تسافر طاول. ليك مظفر، اذا ما بتدير بالك عليها او اذا هي بتتصل فيني وبتشتكي عليك، والله لحتى اتصل بالامن وخليهم يعفتوك، ولا تلوم الا حالك. ولو يا ابو جريج؟ ما ندى بعيوني، ما كلكم بعيوني طبعا. كنت عارفاني انه بدك تيجي حتى لو ما معك 5 دقائق. انت اي ساعه طيارتك؟ لسه معنا وقت، وشكلنا منلحق ناخذ كاس، ما هيك امينه؟ اي مو عراسي لك ابو جريج، احلى كاسه تخدم شواربك. دنا بدرك الله يجازيك، يا شغلني معاك وشغلني عليك، انا بدرك الله يجازيك، يا شغلني معاك وشغلني علي. وإن غبت سنة أنا برضو أنا.
شو هاد؟ في صور مكتوب على قفاها اسماء الناس الموجودين فيها. عم بحكي عن الدخان. ما قدرت، صرت اكل بحالي. من امتى فايق؟ 4. من 4 ومدخل لك 10-12 سيجارة؟ ما بيصير هيك جواد، ما بتتذكر الدكتور شو قال لك تدخلها معقول؟ خلصينا خلص، خليني اكتب هدول لحق دوامي. استقيل بالمرة مو بيكون أحسن؟ صباح الخير يا بنتي. أهلين، صباح النور. نقطع حالي من طلعت الدرج تبعكم. قلت لحالي ألحق السيد جواد قبل ما يروح وظيفته. ليش صار معك شي جديد؟ لا بس شايفة منام. منام؟ ايه خالي تفضلي، جواد جوا كمان، هو التاني غرقان بمناماته. تفضلي. اهلين اهلين وسهلين بريحة الغوالي. صباح الخيرات. شوف بلكي بتجمع منامك على منامه بتقوموا بتطلعوا نرجس. تفضلي تفضلي. والله جيتي والله جابك. في ناس بالصور مع نرجس متصورين معه، ما عرفت مين هنن. بعدين في على قفا الصور اسماء غريبه عجيبه، لا عرفت حدا منهم، احيانا مو واضح الاسم. بتعرفي شيء انت عنه؟ خلص رايح احكي لك كل شيء، بس اول لازم تسمع هالمنام اللي شفته على وجه الصبح. شفت بمنامي نرجس مع مظفر ببيروت، بكازينو بيروت. مظفر وين نلاقيه؟ خال معقول هلا ما سألت عليه للزلمة؟ لك والله يا خال ومية طوشة براسي، والله مية طوشة. بعدين انت ليش شغلي حالك هيك بقصص ما لها طعمة؟ لك شلون ما لها طعمة؟ انا متأكد. خالو انا متأكد انه كل شكوكك ما لها طعمة. طيب بكرة منذكر بعض خال. لك يا خالو وقت اللي هذا الزلمة راح خطب هدى، انا رحت على حارته وسألت عنه، لك كل العالم قالوا لي آدمي وابن عالم وناس. بقى الله يخليك طالع لي هاي شكوك من راسك طالعها. طيب متى ما بدك خال. سلام. الله معك خالو. ما في مشكلة إبراهيم، ما في مشكلة، بس أنت كمان اسأل. ولك عندي حلوان محرز، ما رح تتخيل قديش فصيح. أخي القصة ببساطة، نحن عم ندور على رجال ما منعرف عنه شيء من أكثر من 25 سنة. وهاد وين بدي لقلك إياه؟ أخي عم دور على هاد، اسمه مظفر سلامة. سليمان؟ سليمان؟ خير؟ سليمان انا قصدك بخدمة، بس ما بدي الست ندى تعرف فيها. خير شو في؟ يعني انا اليوم بالليل يعني بعد اذنك اذا بتعطيني السيارة بدي اوصل جيب غرض لندى وارجع. استاذ مظفر ان شاء الله ما تواخذني، يعني انا مأمن على السيارة وما فيني اعطيك اياها بدون ما استاذن الست ندى. ما انا ما بديها تعرف لانه بدي اعمل لها مفاجأة. لا ما فيني اعطيك اياها، إذا بدك بوصلك، بس إنه تاخذها لحالك لا، يعني أي شيء بيصير لك أنا بتحمل مسؤوليته. أنت بتعرف إنه السيارة مو إلي أستاذ مظفر. طيب تقدر تستناني وحدة بالليل بأول الشارع؟ إذا بدك غرض بجيب لك إياه أنا، يعني بدون ما تعذب حالك. لا لا يا ريت، لازم أكون أنا وحدة بالليل بأول الشارع. طيب ألف مبروك. الله يبارك فيك. طالما الأستاذ عدنان عم يقول إنه صوتك ما عاد بده تدريب كثير، إمتى رح تسجلوا أول أغنية؟
يعني القصة مو بهالسهولة اللي انت متخيلها. اول شي بنلاقي كلام مناسب ولحن مناسب يعجبني بعدين نقرر. وامتى بدنا نقرر انا وانت نستأنف مشروع حياتنا؟ يعني نحن عايشين وعين الله علينا. عايشين؟ رباب ليش ما بنتجوز وبعدين بتكملي مشوارك الفني؟ انا بدي افهم ليش عم تأجلي زواجنا؟ ليش ومتى كان الزواج؟ عنا بالبيت، شو بو بيتنا؟ قصدك عند امك بالبيت؟ وشو الفرق؟ سمير انت بتعرف كتير منيح رأيي بهذا الموضوع، انا ما بسكن مع حماتي. طيب مو مشكلة، نستأجر بيت على قدنا، نفرشه ونتزوج. وانت هلأ جاهز للخطوة؟ بدبر حالي. كيف؟ بدي يعني قرشين وبمشي أموري. كيف نعيش بعدين؟ بعدين بصير كل شغلك وفي دين. لا معلي اسمح لي سمير، هذا مو حل أبدا. وشو هو الحل برأيك؟ كل شي بوقته حلو، انت ليش مستعجل؟ اللي صار حاليا انه هلأ الكلمات بين ايدين الأستاذ عدنان سالم، بيقلبها وبتصفحها وبيطلع عليها منيح وبيدوزنها بينه وبين حاله. إذا شفناها مو كتير مناسبة فورا بنستكتب لك شاعر. هذا شو يعني؟ هذا معناته إنه نحن هلأ بالخطوات الأولى والعملية جدا 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 لإنتاج أول أغنية حقيقية للفنانة المغنية المطربة رباب النجم. أنا فيني ساعد بكلمات الغنية شوي، يعني أنا هيك مفكرة بجو شو بدي وشو حابة. هلأ ما في شو بدي وشو حابة، هلأ في الأستاذ عدنان سالم، فلذلك اتركيه هو يهندس لك هذا النجاح ويفبركه على 100 مهله. هذا عدنان سالم مو مين ما كان. أكيد بعرفه، بس يعني أنا مالي رأي بالكلمات؟ طبعاً لك رأي بالكلمات، أنا ما قلت الدكتاتور عدنان سالم، بس أنا بدي منك إنه نعطيه وقته مشان يهندس لك هذا النجاح على مهله. أنا سمعته كيف أبدأ إعجابه فيكي، ونادراً ما يقول على فكرة. أنا صلي بشتغل معه 7 سنين، قال مرة أو مرتين، وأنتي الثالثة. أنت راح يكون لك رأي بالكلمات، بس اتركي لنا نحن الخطوات العملية. وهلأ خلصنا الشغل. هاتي لشوف بقى قليلي. ليش كنتي متلبكي وخايفة لما حكيت معي؟ مع مين كنتي واقفة؟ خطيبك رسمي؟ صرنا سنة خاطبين. بيغار عليك كتير ما هيك؟ سمير شاب كتير ظريف، بس هو مستعجل، بده يعمل بيت وولاد، يعني. طيب طيب هاي كمان خلصنا منها. المهم هلأ في عزيمة ممنوع ترفضية منعاً باتاً. أنت يا رباب عملتي شغلة كتير مهمة بحياتك وبحياتي كمان، والمديح اللي إجاكي بتستاهلي عليه أحلى عزيمة. بس ما بعرف شو اللي خلاك تترك شغلك وتنتقل من بيتك ولسه الأمور مو واضحة تمام. شلون مو واضحة؟ عمك وعطاك عمره والورثة ورح ناخدها، وأختك قريباً رح نوصلها، شو بدك أوضح من هيك؟ والله ما بعرف، يعني هذا قرارك وبالنهاية أنت مسؤول عن قرارك. المهم أخي أنا بدي إياك بشغلة كتير ضرورية. أمور عم قول بما أنه أنا هلأ فاضي أشغال، ليش ما بحط إيدي بإيدك ومندور على أختك سوا؟ شو رأيك؟ ليش لا؟ منصير ثلاثة. ليش مين الثالث؟ صهرك وحبيبك موفق. ليش ما دريت؟ شو بدي أدرى؟ صهرك موفق قال بده يكتب قصة حياة نرجس مسلسل، بس رح يكون مسلسل يكسر الدنيا. كتر خيره يعني، رح يخلد اسم العيلة بمسلسل. ايه الله يسمعنا الأخبار الطيبة. شو هالجنان؟ راحوا تدينوا مصاري وغيروا حياتهم ليش؟ يستنوا شوي لتظهر نرجس. كل واحد له عقله، ما فينا نحكي غير هيك. ما يعني جد كل واحد له عقله. بس أنا مستغربه انه فجأة صاروا بدهم يعرفوا كل شيء عن حياة نرجس، مع انه كانوا معتمدين عليه من فترة قريبة، وانا بصلهم كل شيء وانهم مرتاحين. غريبين عجيبين. هي عن جد غريبة، يعني ما بدها كتير فكر فيها شوي بتعرف الجواب. ما بدها كتير ذكاء. Thank you.
بالضبط. هدي على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك بس استناني هون، ما بتحرك ابدا، اوعك حدا يشوفك، انا ما بطول. سألتهم عن اسمه ورجيتهم صورته، ما حدا عرفه، حتى سألت ختايرة نفس النتيجة. طيب اسمع، إذا حدا سأل عني قلن راح مهمة، آخر الدوام برجع. تحسن لعبك صهر؟ على كيفك؟ مرحبا. هلا بجوز؟ شو ليش عرقان هالقد؟ كأنك عم تشتغل بالعتالي. إن شاء الله يكون هالعرق بس وراه هيك شي خبرية تكون مهزة. اخي هدول عندهم ليموناضة هون. اعطينا واحد ليمون حبيب. ايه قل لي شبك عرقك مرقة؟ في واحد اذا منلاقيه منلاقي نرجس. لك اخي ما اتفقنا انه رجلي على رجلك بالدوارة؟ شو اعمل لك اذا حضرتك ما بترد على موبايلك؟ شفت انا مكالمتك، بس حدا يبلش دوارة 10 الصبح. والله خلصنا من الحكي الفاضي، وين ليموناضة؟ ومين هذا الواحد اللي لازم نلاقيه؟ واحد اسمه مظفر سلامة. تسألي عن دكتور محسن، تعطيه العنوان وبتقوله ضروري حالة إسعاف على السريع.
شو اللي صار؟ والله يا مدام رحنا مشوار ما بعرف وين راح غط رجع مصاب وما هو هاي الشنطه. لك شو كل هذا الدم؟ اسكتي منيح اللي اجت هيك منيح كثير. لك شو هاد اللي رحت جبته؟ شو هاد؟ ابو السلم بالله افتح لنا الشنطه. ليكو جاي على الطريق. هذا جهاز امي كانت شلت لي اياه مشان عروستي. ما حلو اتجوز بايدي فاضيه. دكتور هذا اللي بده يجي محسن على كيفك ينفع شاهد تاني مشان العرس. بس إذا عرفت إنه مسمي ابني على اسم أبي إيه راح تفرح كتير. منزل طب خلصنا هلا. ست أمينة أنا عم بكتب مسلسل عن حياة نرجس، فدخيل عينك محتاج منك كل التفاصيل، يعني شو ما كانت. أوعي تفكري إنه التفاصيل الصغيرة ما بتهمني، كل شي بيهمني. مثلا شو الألوان اللي كانت بتحبها، كيف كانت تشرب قهوتها، كل التفاصيل الصغيرة بتعنيني فعلا. والله هذا اللي كان ناقصنا الدوش، قصة حياتها تطلع على الشاشة. ولك جواد شبك وين مرتها؟ جيبونا فنجان قهوة كاسة شاي، بدها تحكي المرأة هلا بينشف ريقها. والله مرتي راحت لعند امها مشان ساعدها بالمونة، أنا بسوي لكم. نسيني على الآخر. ليكا صارت الساعة 9 ما حكى حتى تليفون. إذا لقى أخته شو بده يساوي؟ أنا قلت لك هذا الحكي من أول ما طلعت سيرة أخته. أمي أنا عم بحكي لك لتلاقي لي حل، مو لتشمتي فيني. الله يسامحك، أنا عم بشمت فيكي. جواد تغير، ما عاد مثل قبل. الحب اللي كانوا مصبرني عليه عم يطفي، عم يروح. هذا الكلام ما عاد منه فايدة. أخذت الزلمة بعيلته وهو موظف منتوف، وهلأ لما رح تطلع له الوردة صرتي بدك تتركيه. والله هي الله ما قالها. لك الله يلعن أبو المصاري، أنا ما بدي إياها. بدي الوقت يرجع لقبل ما تطلع أخته نرجس بحياتنا. لك ما أجانا من وراها غير المصايب. وهلأ وينه هو؟ ليكو بالبيت قاعد مع هي رفيقة أخته عم تحكي له قصص ألف ليلة وليلة تبع الست نرجس. أنا بصراحة ما إلي لا بالفن ولا بالفنانين، بساوي بزنس، شغل بيجيب مصاري. بصراحة أنا تربيت بعيلة فقيرة كتير، وكنت مضطر إني ساعد بابا المسكين اللي معتر فقير من أنا وصغير. كل شي كان يطالعه أبي بالنهار ما كان يكفينا أنا وأخواتي خبز حاف. تخيلي بقى. ليش شو كان يشتغل؟ كان يبيع قهوة وشاي بالكراجات. يعني فيك تقولي أنا تربيت على الفقر والقلة والتعتير والشنططة. بس من القهوة والشاي فت على أول استوديو صوت بحياتي. هلأ كل هذا اللي ساويته بلشت من الشاي والقهوة؟ لا، أنا قصتي معروفة، إني حاولوا يعملوا لي فضيحة بالوسط، بس أنا بعمري ما كان عندي مشكلة إني أحكيها. فضيحة؟ لما صار هذا الحكي كنت لساتك صغيرة وما عندك أي فكرة عن أخبار الوسط الفني. على العموم أخبار مبارح هي نمايم اليوم، هيك بيقولوا. وما بتعرفي بكرة مع الأيام يجي شي واحد عامل حاله بيخاف عليك يوم يطق اللي برغي عندك. شو القصة؟ بصراحة أنا ما بفهم عليك. يا ستي من صبي شاي وقهوة بلشت أتعلم كل شي بيصير بالاستديو وكيف بيمشي الشغل. طبعا الشغل بهداك الوقت كان على قده، مو مثل هلا. بس المهم واللي بدي أوصل له إنه كان عندي حل من الاثنين، يا ما بضل طول عمري صبي شاي وقهوة يا ما بتجوز وفاء صائب. أنت مرتك وفاء صائب؟ إيه، هي هلا كبيرة بس لما تجوزتها كانت صبية وبعزة. أنت قديه عمرك؟ 41. بس مع الوقت هي صارت مثل أمي وصرت حاسس كأني عم دير بالي على مصاري بابا. هلأ أنا كل شي عم تساويه بحياتي وكل شي اشتغلته المالك الحقيقي تبعه هو وفاء صائب. بس مع الوقت مثل ما قلت لك صارت مثل أمي، صارت حجة وصرت حاسس حالي عم دير بالي عليها وهي عم تدير بالي علي. فظيع أنت كيف تحكي القصص.
بصيروا بيشبهوا الافلام. اكيد رح يجي واحد يكتب قصه حياتي. قومي خليني شربك شي غير القهوه، كثير مبسوط بالقعده معك، حاس حالي بعرفك من زمان. أنا ما عم بمنعك، بس قلي وين رايح وإمتى بدك تروح. لك رح أصير مرتك، مو معقول كمان بالمستقبل تضل عم تتصرف هيك. مش أنا كنت عفانة بده يصير معي هيك، هي أول مرة، وبيني وبينك قلت راحت علي. أنت ليش حامل معك مسدس؟ بيلزمنا مشان نطلع على لبنان. لسه رح نتجوز؟ ولا قصدك تحكي لي كل شيء؟ بدي اعرف وين عم تروح وين عم تجي. حاضر. بدي تدير بالك على حالك، ما في شيء محرز انك تخاطر من شانه، كي عمرين والجهاز ما يجي، بنبعت حدا بيجيبه وبنستناه. هذا حق رضاكي معقول؟ طيب انا فيني ساعدك مشان تخفف طلعاتك على الاخير. وبشو بدك تساعديني؟ بصير بطلع المشاوير اللي انت لازم تروحها. ليش عم تضحك؟ ما فيك تساعديني، القصة أكبر ما أنت بتتصوري. أي قصة؟ تنظيم تقريبا، فرط، يعني خلافات واحتمال انشقاق، والكل خايف من الكل، والكل لاطي للكل وضايع. هلا رح نقضي الليلة هون؟ إذا بدك روح، اترك لي السيارة وروح. لك شو هالجنالك أمينة؟ خلص تعي معي، بتنامي عنا بالبيت. أمي هونيك لا تخافي. أمك لا بتسمع ولا بتشوف، لك ضحك علي وليه؟ لهلك أمينة، بعد كل هالعمر ما بتأمني لي؟ لأني بعرفك بعرف سرعتك ولهوجتك. هلا بتكوني دايسة بيتي وبدايقك؟ بعدين بساوي لك كركدي بشرفك. قديه صار لك ما بتشربي كركديه؟ ومن لك الكركديه؟ جارتنا جابت لي اياه من مصر، كنت موصيه عليه. شفت كيف كان لازم نستنى لحتى تطيب؟ هاي مو محسوبة، قبرص رح نعمل عرس عن جد، يعني هي مشاني، مشان ما حدا يحكي، ولأنه أنا ما عاد فيني استنى. أنا قبل هلأ تجوزت مرتين، بالمرتين ما صار لي عرس، هي الثالثة. بدنا نساوي عرس نرقص فيه للصبح. هنسوي على البحر مصفر. أنا عم بترك الدنيا وإشي وراك. كيفك؟ منيح. شو راحوا ضيوفك؟ ايه خلي عنك، انا مضب وبجلي وكنوس وبمسح وبعمل كل شيء.
شبك؟ إذا ما عدت اهتميتي بنرجس فما عاد يهمك شو بني. بس بيهمني لما أشوفك هيك. نرجس هي اللي كانت متكفلة بمصاريف العيلة بدون ما نعرف. نرجس كانت تزور دائما قبر أبي وأمه بدون ما تنقطع عنهم أبدا. انت بتعرفي قديش أنا صلي ما زرت قبر أمي وأبي؟ طول بالك حبيبي، خلص طول بالك، لا تضايق حالك كتير، بكرة منطلع منزور قبر أبوك وأمك. أنت أجدب، أنا ولا مرة وعدتك بشي، صرت مخبرتك إياها 100 مرة، خيرو شوف لك شي وحدة تفهم أنت وياها بقى. لك شو بكي لك أمينة، شو صاير لك؟ لك أنت بتعرفي إنه بهالدنيا ما إلك غيري أنا وندى، وبتعرفي إني رح صونك بعيوني. لا تصونني ولا بصونك، أنا ما عاد إلي خلق على رجال يجي هلأ يتحكم فيني ويناقرني ويناكدني. هلأ الرجال ما عاد يساوي شي بهالدنيا غير النكد والخناق. إيه خيو، أنا شفت الأمرين من الرجال وما حلوا عني وما تركوني إلا بعاها برجلي تذكرني طول عمري بقرفهم ووسخهم وعقلهم الصغير. وأنا بتحسبيني على هدول؟ اللي بتقرصوا الحية مرة بصير بخاف من الحبل. ولك حبل؟ حبل لك أمينة حبل دسية؟ شو فيها بتقرص؟ شفت؟ شفت شلون بدك تجرجرني على الفي؟ لك لا والله، والله يا عم أدلك إيدي من قلبي. خلصنا بقى سليمان، خلينا أصحاب وحباب. الله يخليك. إيه شو رح تساوي؟ رح تضلك تكابري طول عمرك؟ بكرة بتكبري بتكوني لحالك، لا ولد ولا سند. شوفي ندى، شوفيها أكتر من اللي صار من الرجال، ومع هيك عم تحبه تتجوز. متمني مرة واحدة بس تردي على قلبك وما تخافي. إذا رد ضل تزن براسي بروب أنام بالسيارة. ها قال ندى، قال هاي راي تترك الشام وتروح تعيش بقبرص. شفت شو بيساوي رجال؟ أحببته وعشقته سيبقى.